طيب لنحكي أكثر على موضوع طلاب التوجيهي والمستقبل اللي عم بستناهم معنا على عبر اتصال هاتفي دكتور حسين الخزاعي. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك وكل التحية والاعتزاز إلى أسرة A1 TV اللي نفتخر فيكم، إلى أسرة هذا البرنامج يوم بيوم، وإليك أستاذة فرح وملاك، الله يصبحكم بالخير يا رب. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم، يا مرحبا. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، وإحنا اليوم نعيش أجواء يعني هذا يوم فرح أردني إن شاء الله. صحيح. ودائما تكون الأفراح موجودة في كل بيوت الأردنيين يا رب. طيب بداية دكتور، يعني إحنا عم بنشوف في نتائج ما شاء الله ومعدلات كتير عالية ونجاح كتير كبير، ولكن برضو بالمقابل في ناس يمكن كانت متوقعة نتائج أكثر من هيك، وبالإضافة برضو في ناس للأسف إنه ما حلفها الحظ بهاي الدورة. فكيف الشخص أو الطالب بيقدر يتقبل هاي النتيجة، وكيف برضو ممكن الأهل يدعموا ابنهم بهاي النتيجة؟ شكرا كثير لك وبارك الله فيك. يعني هي رسائل بالفعل أنت بدك تخلينا نحكيها اليوم وتفتحي أنفسنا نحكيها ونوجهها، هم رسائل مهمة للأهل، مهمة للطالب الآن وللمجتمع، لأنه هم العملية كاملة الآن اللي بتدور في فلكه ما يتعلق في نتائج التوجيهي ومستقبل الطلاب. واليوم إحنا لما بنتحدث عن التوجيه بنتحدث عن 207,283 طالب، جدا يعني هذا الرقم مش قليل، لأول مرة نتخطى حاجز 200,000 إحنا في الأردن. لكن طبعا في استمرار بيكون في ناس بحالفهم الحظ، ناس ما بحالفهم التوقع اللي كانوا متوقعينه، ناس يعني بيحصلوا على طموحاتهم. هنا الرسائل المهمة اللي بدي أبدأ فيها، والله على ذوقك، لمين أبدأ، للأهل ولا للطلاب ولا للمجتمع؟ اختاري أنت. نعم. أنا على ذوقك بدي أمشي، لمين أبدأ، بمين نبدأ؟ نبدأ من أي ناحية دكتور؟ بالرسائل. طب نبدأ بالأهل؟ لا الطالب، خلينا على الطالب بالبداية. طيب حاضر. نبدأ بالطالب. اليوم إحنا الطلاب بنقول لهم الرسالة كالتالي: أولاً النتيجة طلعت، لا ينفع لا الندم ولا ينفع أي شعور آخر غير الشعور اللي هو تقبل النتيجة، وفي عندي تقبلها باتزان بواقعية بتخطيط جيد للمستقبل. وفي عندي نوعين من الطلاب الآن، في عندي طلاب حلفهم الحظ في النجاح وطلاب لم يحلفهم الحظ في النجاح. صحيح. الطلاب اللي حلفهم الحظ في النجاح بنقول لهم كالتالي: أول رسالة إنه ديروا بالكم من الغرور، ديروا بالكم من النرجسية العالية، وتشوفوا حالكم أنكم أنتم نجحتوا وجبتوا معدلات، وأنه أنتوا يعني زي ما بيحكوها خلصوا اللي عليكم. لا، كونوا متواضعين جدا، تقبلوا النتيجة. نعم. التوجيه مفتاح المستقبل، خططوا للمستقبل بطريقة جيدة، اختاروا التخصص ممكن يسهل لكم فرص العمل في المستقبل وحقق طموحكم. اثنين، القضية المهمة اللي بدنا نذكره دائما، هذول الطلاب اللي حلفهم الحظ بالنجاح، وإذا ما حصلوا توقعهم اللي كانوا هم متوقعينه يتقبلوا المعدل كما هو. واثنين، يتذكروا أنه لهم أصدقاء، واحنا لما قدمنا توجيه في الزمانات كان لنا اصدقاء، واحتراما الى مشاعرهم لانهم لم يحالفهم الحظ، احتراما للصلات القرابيه، صلات الجيران، الاهل، المعارف، الاصدقاء، احتفلنا بتواضع. طبعا احنا يكون احتفالنا بتواضع، لانه احنا هيك المجتمع الاردني طيب على فكره، متواضع، متراحم، متعاضد، متكافل مع بعضه. صحيح. بعض يشد أزر بعضهم بعض، ما نبالغ ابدا نهائيا في الفرح، ولا انه نبالغ في انه اظهار الفرح
حقك صحيح انك نجحت وحققت طموحك، ولكن كمان تذكر انه ممكن يكون في ناس هذا طيب يأثر عليهم. دكتور نفسية. بدي اسالك بالنسبه للاهل، كيف لازم يتعاملوا مع ابنائهم اللي حالفهم الحظ او اللي ما حالفهم الحظ؟ شو الطريقه اللي لازم يتعاملوا الاهل فيها مع ابنائهم؟ وطبعا نقطه مهمه دكتور انت اللي ذكرتها، حابه اعقب عليها قبل ما تجاوبني على سؤالي، انه فعليا يكون الاحتفال بتواضع، نحن لازم نراعي مشاعر كل الناس اللي حوالينا اللي ما حالفهم الحظ. اذا احنا كنا من الناس اللي حالفنا الحظ، فعليا يكون لازم يكون الاحتفال بتواضع، ونكون دايرين بالنا منيح بدون جرح مشاعر الاخرين. تفضل دكتور. الاهل في عليهم دور كبير، دور كبير. اول شيء اللي هم يتعاملوا مع ابنائهم بمحبه، نعم، بانسانيه، ويتذكروا انه هذا ابنهم، هذا مش رقم توجيه اليوم جاب معدل ولا ما جاب معدل. قضية المهمة إذا الأهل برضو طرفين، الطرف الأهل اللي بدي أحكي له أوجه له الرسالة الآن المهمة، إذا ابنكم ما حالف الحظ لا يعني هذا ذلك أنه أنا أحمل المسؤولية للأب أو أحمل المسؤولية للأم. هاي تربية متشاركة مع بعض البعض. نعم. الأب والأم هم بيشاركوا في تربية أبنائهم، يتحمل المسؤولية، ما حدا يحمل الثاني المسؤولية. اثنين، اللوم والعتب والغضب والتوتر والإحباط يولدوا عند أبنائهم. لا، إحنا بدنا إياهم الآن يكونوا هم السند وهم الداعم الوحيد لأبنائهم. والأهم دكتور إنه ما يحسسوا ابنهم إنه إنسان فاشل بما إنه ما تجاوز مرحلة التوجيه. مزبوط، هاي نقطة كثير مهمة، لأنه إذا الأهل حسسوا ابنهم بالفشل الطفل رح أو الطالب رح يصير عنده غضب دفين، مش حيعطي السنوات. صحيح. الجاية ممكن إنه ما يتجرأ إنه يقدم مرة أخرى، لسبب إنه أول الناس كانوا إله اللوامين هم الأهل. هلا هون القضية المهمة إنه الأهل أنا بهمني كالتالي يبتعدوا عن عقد المقارنات. ما يحكوا انه بنت فلانه جارتنا فلانه، بنت اختي، بنت اخوي، بنت جارتنا جابت معدل وانت رسبت وانت ما جبت معدل. وانت في قضيه قدرات الابناء، قدرات الطلاب، المستلزمات اللي احنا وفرناهم لاولادنا. نعم. برضو كمان ما نعقد مقارنات، والله انا بس مجرد انه فلان جاب 90 وانا ابني رسب مثلا. في فروقات فرديه بين الطلاب دائما بدنا نراعيها. الأمهات اليوم اسمحي لي أنا أوجه كلمة للأمهات الصابرات. تفضل. اللي الحنونات الطيبات، هذول أخواتنا اللي بنفتخر فيهن كل أم. طبعا. الحزن الشديد ما بدنا إياه، العتب الشديد ما بدنا إياه، اللوم الشديد ما بدنا إياه. هاي شغلات لا إرادية دكتور، يعني حزن الأمهات وردة فعلهم أنا أؤكد لك إنها لا إرادية، لكن إحنا خلينا نحكي نتمنى يعني أو نرتجو إنه أمهاتنا ما يحسسوا أطفالهم زيادة بالحزن ويتماسكوا أمام الطلاب. يعني أنا على الأقل اسمحي لي إنها تمسك حالها، الأم بتقدر تمسك حالها والأب يمسك حاله. نعم. ويخبي الحزن والدموع أمام الأولاد، لأنه هذا كله مرض معدي، هذا مرض نفسي معدي، القلق والتوتر والغضب والعصبية. هذا أنا بدي إياه اليوم يتشد على ابنه، تقول له استفيد من أخطائك مثلا، عيد بناء نفسك، بدك توعدني يما تعيد الامتحان مثلا وتجيب. نعم. علامة أعلى وتحقق طموحك والأيام قدامك إن شاء الله مستقبلك يكون أبيض. بدي هذا الكلام، هذا هو الكلام اللي بدنا إياه يطلع من الأم. ترى الأم والأب هم أكبر داعم اليوم. وفي أحكي لك شغل اليوم، اسمحي لي بالله بكل أمانة، إحنا كأمهات وكأباء نحكيها، في بعض الطالبات اليوم وبعض الطلاب اللي حلفهم اللي ما حلفهم الحظ. نعم. ينجحوا راح يهربوا إلى حضن أمهم. تقبلوهم رجاء يا أم، إذا أجتك بنتك ولا ابنك وما حلف الحظ تحضنيه كأنه عمره شهر، كأنه عمره يوم. هذول الآن خوف فعلا. عندهم خوف، عندهم قلق، عندهم توتر، يعني عندهم إن شاء الله قلق. إن شاء الله إن شاء الله دكتور ما بنشوف من الأهالي إلا دموع الفرح إن شاء الله. ومنشوف أيضا كمان ما بنشوف عفوا من الطلاب إلا أيضا دموع الفرح. شكرا كثير كثير لك، شكرا للنصائح اللي وجهت لنا إياها المهمة. شكرا لك كثير دكتور، يعطيك العافية.